ال a وال an وال the دول بيتسموا articles أو أدوات. بنقول a وال an بيستخدمان للنكرة لل indefinite، حاجة غير محددة. أما the بتستخدم للمعرفة، الحاجة الدفنت محددة. ال an بتستخدم قبل الكلمات اللي بتبتدي بحرف متحرك اللي هو الفاول، والحروف المتحركة لو تفتكروا في ليفل 1 هم ال a وال e وال i وال o وال u. وكمان الآن بتستخدم قبل الحرف H إذا جه في أول الكلمة وما بيتنطقش، زي hour ساعة، احنا قلنا ما بننطقش ال H فبنقول an hour، ما بنقولش a hour بنقول an hour. أما A بتستخدم مع بقية الكلمات، يعني بنقول a pen مثلا، a book. وال A وال an برضو لهم معنى واحد بمعنى one، وبالتالي لما أقول a pen مثلا بيبقى معناها قلم واحد، وبالتالي يستخدمان مع المفرد فقط ولكن ليس مع كل المفرد، وخاصة كثير من ال uncountable nouns. يعني ال a وال an ما بيجوش قبل الجمع، ما أقدرش أقول a pens لأن معناهم one. وفي uncountable nouns يعني أسماء ما بتتعدش، هنبقى ناخد الدرس ده بعدين، في أسماء ما بتتعدش زي milk مثلا لبن، ما أقدرش أقول milk، وbread خبز ما اقدرش اقول ملوش جمع برضو، حاجة ما بيتعدش الخبز في حد ذاته، ايه اللي بيتعد؟ ارغفة الخبز. فممكن اقول a loaf of bread، رغيف عيش، او a piece of bread، قطعة خبز. طيب النقطة اللي بعدها بنقول a بتأتي مع بعض كلمات تشير الى الكمية، زي few يعني شوية، بنقول a few weeks مثلا، او a few اي حاجة، a few pens، a few books. وبرضو lot، lot معناها كتير، و lot بيجي بعدها of، ما تنسوش prepositions، قلنا a lot بيجي بعدها of، لكن lot ككمية، ككلمة كلمة بتشير إلى الكمية بنحط قبلها a، a lot of people، ناس كتير. و a couple of sandwiches، couple معناها اتنين، يعني a couple of sandwiches يعني معناها سندوتشين. النقطة اللي بعدها كذلك بنستخدم ال a وال the وطبعا ال an بالتالي قبل السنجلر countable nouns اللي هي الأسماء اللي بتتعد المفردة، ده تكرار للكلام، بس زي ما قلنا على الـ A والـ an عايز أقول إن برضو الـ the ممكن تستخدم مع المفرد. الـ A والـ an بيستخدموا مع المفرد بس مش مع الجمع، لكن الـ the ممكن تستخدم مع المفرد، المفرد لما بيكون معروف. فهنا I have got a headache، عندي صداع، أو جملة تانية be careful of the dog. وهناخد بقى الجزء اللي جاي ده استخدامات the بالتفصيل. قاعدة عامة the ان هي قلنا بتستخدم للشيء المعروف، the هي بتستخدم باختصار حينما نتكلم عن شيء او اشياء معروفة لنا وللسامع. فمثلا اول نقطة، فمثلا اذا كنا نتكلم عن شيء معروف للكل مثل البوليس، البوليس بنقول the police. السماء بنقول the sky. الشمس معروفة للكل the sun. البحر the sea. وأيضا إذا كنا في غرفة أو منزل أو أي مكان ونتكلم عن شيء معين في هذا المكان، اللمبة مثلا، الحيطة، الحاجة اللي موجودة في المكان ده، بنقول the. نقطة تانية مع الجنسيات، بنقول the Egyptian man، الرجل المصري، أو the American woman، المرأة الأمريكاني، الست الأمريكاني، بناخد معهم the. أما حينما نتكلم بصفة عامة عن أسماء في الجمع لا نستخدم ذا، حاجة جمع، لكن بصفة عامة ما بنستخدمش ذا. احنا كل ده في استخدامات ذا، خلصنا الـ A والـ an ودلوقتي في النقط بتاعت الاستخدامات ذا. فمثلا واحد أنا بحب الموز، بقول I love bananas، هي صحيح bananas في البلورال بس هنا ما باخدش ذا لأن أنا بتكلم عن الموز بصفة عامة، الموز معروف لكن بصفة عامة، حاجة عامة، فما باخدش ذا. أو he likes flowers، أو هو بيحب الورد بصفة عامة برضو. لما يكون بيحب شوية الورد اللي في الزهرية دول أقول he likes the flowers اللي معروفين دول. النقطة اللي بعدها بنقول أيضا ذا قد توضح لنا أحيانا ما إذا كنا نتكلم عن شخص واحد أو أكثر. فمثلا الجملة the owner and manager has come، هنا استخدمنا ذا مرة واحدة وطبعا بتشير إلى أن الأونر المالك والمانجر المدير ده هو نفس الشخص، المالك هو نفس المدير،
بنقول يكون المقصود فيها شخص واحد. أما الجملة the owner and the manager have come. have للبلورال وhas للمفرد. has طبعا بتيجي مع he وshe وit بس، لكن have صحيح ممكن تيجي مع I وyou في المفرد، لكن هنا واضح من الجملة إن the owner and the manager دول شخصين مختلفين. الأونر واحد يختلف عن المدير، المالك عين مدير غيره، فيبقوا هنا دول شخصين. فاستخدام كلمة the مرتين وضحت لنا إن إن دول شخصين مش شخص واحد. النقطة اللي بعدها في الاستخدام في الحياة بصفة عامة، نجد the دائما تأتي مع كلمات معينة زي the cinema, the theater, the radio. واحد بيتكلم عن الراديو بيقول the radio، لكن في حين لا نجدها تتواجد مع كلمات أخرى. يعني الحياة بصفة عامة جرى العرف أن مع سينما وثياتر وراديو بنستخدم قبلها ذا، لكن مع التلفزيون والوجبات ما بنستخدمش ذا. تلفزيون ما بنقولش ذا تلفزيون إلا لما أكون بتكلم على تلفزيون معين برضو، لكن إحنا دلوقتي بنتكلم بصفة عامة. تلفزيون و all meals وكل الوجبات like البريكفاست الفطار، I'm going to eat breakfast، أنا هاكل فطار، ما بقولش the breakfast، بقول breakfast بس. ونفس الحكاية lunch الغداء و dinner أو supper الاثنين للعشاء، ما حطش قبلهم the. الواجب put the right article and or، يعني we أو، طالما في and و or بينهم شرطة بيبقى يا كده يا كده، يا we يا أو. put the right article، articles اللي هم الـ a والـ an والـ the، and or word يعني تحط يا أداة يا كلمة مكان الفراغات، أو سيبها فاضية. يعني ممكن يكون الصح في إنك تسيبها فاضية ما تحطش حاجة، وممكن يكون الصح إنك تحط كلمة، وممكن يكون الصح إنك تحط أي أداة من الأدوات التلاتة. طيب أول جملة بنقول we ate، ها فراغ، breakfast together. احنا قلنا breakfast ما بيجيش قبلها ذا، فيبقى هنا دي هنسيبها فاضية. we ate breakfast together، الجملة صحيحة بدون ما نحط اي حاجة. they like blank grapes، هنحط ايه مكان البلانك، مكان الفراغ ده؟ برضو هنا grapes زي bananas، كنا بنتكلم بصفة عامة عن الموز، هنا بنتكلم بصفة عامة عن العنب، فبرضو مش هنحط حاجة. they like grapes، الجملة سليمة من غير ما نضيف حاجة. we went to نقط سينما، احنا قلنا السينما جرى العرف في الحياة باستخدام بصفة عامة ان بنحط قبلها ذا، يبقى we went to the cinema، حتى لما كناش بنتكلم على سينما معينة لكن رحنا السينما. اللي بعدها his father and كذا teacher will go together، بدام في together يبقى هنا بيتكلم على اكتر من شخص، يبقى لازم نحط ذا. his father and the teacher، لو كان ابوه هو نفسه المدرس كنا هنلغي together ونلغي ذا. يعني ممكن نقول his father and teacher will go، هيروح، وممكن نقول his father and the teacher will go together. طيب نقط lot of trees، قلنا lot دي كلمة بتشير لكمية، يبقى لازم نحط قبلها ايه؟ a lot of trees. و be careful of bad cat in this garden، في قطة معينة معروفة وحشة في الجنينة دي، فيبقى be careful of the bad cat in this garden. الصفحة اللي بعدها هناخد الفربات الأفعال be و have، احنا خدنا do ودلوقتي هناخد be و have، برضو فعلين بيستخدموا ممكن كأفعال مساعدة وممكن كأفعال في حد ذاتها، وليهم استخدامات كتيرة قوي بالذات في التنسز. كمان لما هنيجي ناخد الأزمنة التنسز اللي هم الأزمنة هنتلاقي لهم استخدامات كتيرة قوي، وبصفة عامة بيستخدموا في كل مجالات الحياة. بي بمعنى يكون، وهاف بمعنى يملك أو عنده. طيب بنقول ما يلي هو جدول فيه تصريح في الأفعال المساعدة بي وهاف. في الحاضر البسيط اللي هو present، الحاضر البسيط هي نفسها الحاضر، بس دي اصطلاحات هنبقى نشوفها اكتر في التنسز، اللي هو السيمبل بريزنت. السيمبل بريزنت هو نفسه البريزنت، ولما بنقول بريزنت بس بيبقى معروف ان احنا نقصد السيمبل، ونفس الحكايه في الماضي والمستقبل. لما نقول ماضي بسيط هي نفسها ماضي، او باست سيمبل هي نفسها باست، ونفس الحكايه في المستقبل، لما نقول مستقبل بسيط هي نفسها المستقبل، والسيمبل فيوتشر هي فيوتشر. طيب الجدول الاولاني بنستخدم
فيرب بي، بنلاقي يعني في الجدول ده فيرب بي و have في الثلاث حالات ال present وال past وال future، الحاضر والماضي والمستقبل، او نقدر نقول في ال present simple وال past simple وال future simple. وفي ناس ممكن بدل ما يقولوا present simple و past simple future simple يجيبوا كلمة simple في الاول فيقولوا simple present و simple past و simple future، كله صح. ومع كل الـ pronouns، ونلاحظ ان احنا عطينا هي وشي وإيت جنب بعض هنا علشان هو نفس الاستخدامات. فبنقول مثلا I am، I was، I shall be. I am أنا أكون، I was أنا كنت، I shall be أنا سأكون، سوف أكون، هكون. وبرضو I have أنا عندي أو أنا أملك، I had أنا كان عندي، I shall have سوف يكون عندي، هيكون عندي. مع you هي هي، you are، you were، you will be. أنت تكون، أنت كنت، أنت ستكون. You have، you had، you will have. أنت عندك، أنت كان عندك، أنت سيكون عندك. He أو she أو it نفس الحكاية، he is هو يكون، he was هو كان، he will be هو سيكون. He has هو عنده، he had هو كان عنده، he will have هو سيكون عنده. ونفس الحكاية بنطبقها مع we و you و they اللي هم بالبلورال، هنلاقي نفس الكلمات اللي في الجدول دي تمشي معاهم بنفس المعاني. طيب وبنقول ان الجدول اللي فات ده ليه اختصارات، توجد اختصارات contractions، كلمة اختصارات معناها contractions لما يحتوي هذا الجدول السابق. الاختصارات بتاعتهم هم كالآتي، برضو مع البرونونز كلهم وverb be و have في present وال past وال future. الاختصارات قدامنا اهي، هقراها على طول او هقرا جزء منها، والمتكرر هسيبه هيبقى نفس النطق. لكن نلاحظ ان verb be في الباست ملوش اختصارات خالص. فبنقول I am بقت I am، I shall be بقت I'll be، وبعدين I have بقت I have، و I had I had، و I will I shall have I'll have. But you are, you'll be, you have, you had, you'll have. His, he'll be, his, he'd, he'll have. ولاحظ ان he is هي نفس الاختصار بتاعها، هي نفس اختصار he has، ونفس النطق وكل حاجة، ونفس الحكاية مع she و it. ونفس النطق بيكون مع you، مع we و you و they. وبنقول لاحظ هنا أن اختصار he is هو نفسه اختصار he has، دي قلناها، وكذلك she و it، ويتم التمييز بينهم بسهولة حسب سياق الكلام. والفهم هذان الجدولان والتمرين عليهما بنعطي بعض الأمثلة هنفهمهم أكتر. احنا قلنا I am يعني أنا أكون، I am a teacher أنا أكون مدرس. احنا في العربي ما بنستخدمش كلمة أكون أو كنت أو سأكون، بنقولها على طول كده I am a teacher أنا مدرس، I was a teacher أنا كنت مدرس. هنا في الماضي بنستخدم كنت، أنا كنت مدرس. I shall be a teacher أنا هكون مدرس أو أنا سأكون مدرس. يبقى في المضارع بس ما بنستخدمش أكون. وممكن نقول برضو he is a teacher هو مدرس، he was a teacher هو كان مدرس، he will be a teacher هو سيكون مدرس. الجملة اللي بعدهم they were students، زي في الماضي بتاخد وير يبقى هم كانوا تلاميذ. She will be a doctor هي ستكون دكتورة. He has a car، he had a car، he will have a car. والباقي معروف، we had books، you will have books. طيب الهومورك حاول تعمله قبل ما تسمعه، لكن هنقوله مع بعض. هي تكون سكرتيرة، احنا قلنا تكون ويكون في المضارع ما بنستخدمهمش في العربي، فهي تكون سكرتيرة، انا بس كاتب تكون علشان اوضح. هنقول في الانجليزي she is a secretary، او هي طبيبة، هنا شلت التكون علشان تتمرنوا اكتر، هي طبيبة she is a doctor. هم كانوا مهندسين they were engineers. ما تنسوش البلورال مع engineer لأن هم they وده plural فتاخد engineers. أنت ستكتب الكتاب ده في المستقبل، أنت يعني you ستكتب، you will write the book
حطينا ذا لأن الكتاب هنا في ال وذا معناها ال معرفة، ف you will write the book. لو أنت ستكتب كتابا يبقى you will write a book. خمسة، هو عنده عربية، he has. اللي هي والشي والإيد بياخدوا has ما بياخدوش have، يبقى he has a car. هنا قلنا ايه علشان عربة مش معرفة. لو هو عنده العربية يبقى he has the car. لو هو كان عنده العربية he had the car. لو هو كان عنده عربة يبقى he had a car، وهكذا. نمرة ستة، هو سيكون عن هم سيكون عندهم كتب غدا. غدا يعني tomorrow. They will have books. Books plural عشان دي كتب. أنتم كنتوا طلبة. You were students. الصفحة اللي بعدها بنقول لعمل أسئلة من الجداول اللي فاتت أو بverb be و have، بنأتي برضو بالverb قبل البروناون. البروناونز معروفين وverb be أو have بيجوا قبل البروناون، ونتبع نفس الاسلوب كما فعلنا في جداول فيرب دو. في فيرب دو كنا دايما بنجيب الدو قبل البرونون، هنا برضو نفس الحكايه في فيرب بي وهاف، طبعا ما عدا في الفيوتشر. الفيوتشر كلمه ويل او شال هي اللي بتبقى في الاول. امثله نمبر 1، ام اي ا تيشر، هو انا مدرس؟ يس يو ار ا تيشر. نو يو ارنت ا تيشر. Number two, were they students? Yes, they were. No, they weren't students. Will she be a doctor? دايما بعد will احنا قلنا بيجي الانفينيتيف، والانفينيتيف بتاع verb be هي be. صحيح she بتاخد is او was، is في present او was في past، لكن بعد will في future لازم يجي be. Will she be a doctor? الانفينيتيف يا جماعة بتاع verb be هو الوحيد اللي be، لكن بتاع كل الفيربز التانية الانفينيتيف هو البريزنت في صورته الأصلية من غير اس او اي اس او الاي اي اس. دي قاعدة عامة هتساعدكم جامد قوي في معرفة الانفينيتيف، بدل ما تتلخبطوا وتقولوا طب الانفينيتيف بتاع كل فيرب ايه. مفيش انفينيتيف متغير عن البريزنت غير فيرب بي. فيرب بي الانفينيتيف بتاعه هو بي، لكن الانفينيتيف بتاع اي فيرب تاني هو البريزنت من غير اي اضافه، من غير اس او اي اس ولا اي اي اس. طب هنا في نمبر 3 بنقول will she be a doctor؟ Yes she will. وممكن نقول yes she will be a doctor او no she will not او no she will not be a doctor. نمبر 4، has he a car؟ وممكن نفس السؤال ده نساله بالصيغه اللي بين قوسين، does he have a car؟ دايما الاسئله اللي في بفيرب هاز فيرب هاف يعني بنسألها ممكن بطريقتين، has he a car أو does he have a car، yes he has a car أو yes he does، وممكن نقول no he hasn't a car، وممكن نقول no he doesn't have a car. كل إجابة بجاوبها بالطريقتين زي ما أنا بسأل السؤال بسؤالين بطريقتين. Number 5، had we books، وممكن نقول did we have books. It did رجعت لي الهاد لهاف، زي في نمرة 4 it does رجعت لي الهاز لهاف اللي هو الانفينيتيف. يبقى نمبر 5، had we books، did we have books، بنجاوب برضو بطريقتين، yes you had books، yes you did، او no you didn't have books، no you hadn't. ونمبر 6، will you have books، yes we shall have books، no we shall not، او no we shall not have books. هنا في إجابة مختصرة وإجابة كاملة، ده غير نمبر 4 و 5. نمبر 4 و 5 كنا بندي إجابتين طريقتين لكل إجابة عشان في طريقتين للسؤال، لكن هنا في نمبر 6 أو في نمبر 3 أو في بصفة عامة ممكن بصفة عامة ممكن نجاوب إجابة مختصرة وممكن نجاوب إجابة كاملة فيها كل الكلام اللي ممكن أخده من السؤال. أوكي طيب الهومورك، وبنقول الاول قبل الهومورك بنقول لاحظ اننا في السؤالين الرابع والخامس اي في الاسئله بهاف في البريزنت والباست، مش في الفيوتشر، في البريزنت والباست بس، يمكن ان نسال السؤال بطريقتين، وفي الثانيه بنستخدم فيرب دو مع هاف. الهومورك بنقول ار يو ا دكتور؟ يس ها اي ام ا دكتور، وممكن اقول بس يس اي ام،
وممكن اقول نو اي ام نوت، وممكن اقول نو اي ام نوت دكتور. هنا الاجابتين في كل حاجه علشان واحده مختصره وواحده طويله، مش عشان السؤال بسؤالين بطريقتين. ار يو دكتورز، خلوا بالكم الاولاني، السؤال الاولاني مفرد والسؤال الثاني جمع. الاولاني ار يو ا دكتور، هنا ار يو دكتورز، فيو في الاولاني اتحولت لاي ويو في الثاني هتتحول لوي، قلناها دي قبل كده. ار يو دكتورز؟ يس وي ار دكتورز. No, we aren't doctors. Will they be drivers? Yes, they will be drivers. No, they will not. Shall I do it? Yes, you will do it. No, you will not do it. Conversation, محادثة. بنقول meeting, مقابلات. الفورمال يعني حاجة رسمي. لما اتنين بيتقابلوا أو اتنين أو أكتر بيتقابلوا، في تحية رسمية وفي تحية غير رسمية. فورمال يعني رسمية، واللي بعد سطرين دي انفورمال يعني غير رسمي، لما يكونوا ناس واخدين على بعض. فالفورمال الرسمي بنقول جود مورنينج او جود ايفنينج او جود افترنون، اي حاجة فيها جود دي رسمي. والرد بيكون بنفس الطريقة جود مورنينج او جود افترنون. وممكن برضو رسمي بنقول هاو ار يو، ايم فاين ثانك يو، او فاين سير، او اي حاجة. وثانك يو، لان ثانكس برضو الى حد ما مش رسمي زي ثانك يو. ثانك يو فيها ادب اكتر. انفورمال بقى السطر الثالث، انفورمال التحيه الغير رسميه اللي فيها موده اكتر او صداقه اكتر، بنقول هاي هاو ار يو توداي، فبيجاوب بيقول فاين ثانكس وات اباوت يو، او ممكن يجاوب اوكي نوت باد ام فيل تايرد، حاجات زي كده اي فيل تايرد. النقطه اللي بعدها واحد برضو تاني، كل ده احنا لسه في الانفورمال، الجزء اللي جاي ده كله انفورمال في التحية الانفورمال. فواحد مثلا بيقول للتاني هاي شريف، التاني بيقول له هاي زكي. وير از رشدي؟ هيز ات هوم، هي هاز سام ثينجز تو دو اند وونت بي ايبل تو ميت اس. وونت اختصار ويل نوت، وونت بي ايبل تو ميت اس. اوكي ليتس جو اند هيلب هيم، ما تيجي نروح نساعده. او ذاتس ا جود ايديا، اه فكره كويسه. وبرده الجزء الاخير ده انفورمال غير رسمي، هلو جون، Oh hi Ann, ازيك يا Ann؟ How is it going؟ ايه الاخبار؟ عامله معاك ايه؟ او How are you؟ How are you doing؟ فبيرد بيقول great، ده هو اللي بيسالها، فهي بترد بتقول great، او ممكن تقول له fine thanks او okay. John this is Sue my sister، وبتعرفه بقى بتقول له يا John دي Sue اختي. بيقول لها hi Sue، بتقول له hi، and this is Mona her friend، ودي منى اختها صاحبتها. فبيقول لها هاي مونا، فبتقول له هاي جون. والهومورك طبعا ان احنا بنتمرن على الكونفرسيشن سواء اتنين او اكتر. وبكده نبقى خلصنا ليفل 4، برجاء ما نخشش على ليفل 5 غير لما نتقن الاربعه ليفلز الاولانيين.